السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه اخواتي واصحابي الغاليين من كل مكان حوالين العالم؟ ده فيديو بقى نعمله من البلكون كده، قعده العصاري الجميله دي. نحكي مع بعض كده عن حاجه مهمه قوي بتقابل كلنا وبتبقى شغالنا دايما، هو الانتاج. ازاي اخطط انتاجي وايه هي المشاكل اللي ممكن تقابلني لو انا لسه قايم بعمليه التربيه، يعني عامل التربيه بالنسبه لي كمشروع جديد. ازاي المشروع دوت ينجح، وازاي اهتم بطيوري، وازاي اتخلص من المشاكل اللي ممكن تقابلني. ده هيكون موضوعنا ان شاء الله عز وجل. ولكن بذكرك لو لسه اول مره تشوف القناه ما تنساش بقى تعمل لنا اللايك الجميل بتاعك، وانزل اعمل الاشتراك من الزر الاحمر اللي موجود تحت. اول حاجه عشان تعرفها في تربيه طيور الزينه، انت لازم الاول تشوف الطير اللي هتربيه ده او المشروع بتاعك ده انت عاوزه حاجه لمزاجك ولا حاجه يكون ربحيه تجيب لك دخل. طيب لو حاجه لمزاجي هيبقى انت بس هتكتفي انك تعمل شويه تجهيزات بسيطه، لكن لو حاجه ربحيه يعني انا كده في الحاله دي هجيب طيور بمبالغ كبيره، يعني هيبقى في عندي حاجه تستاهل اللي انا اخاف عليها. فعلشان تكون عندك حاجه تستاهل انك تخاف عليها يبقى لازم تعمل شويه احتياطات تحافظ على الطير بتاعك. طيب زي ايه هندسه، وايه الحاجات اللي ممكن تساعدني ان انا ابقى انسان ناجح في تربيتي؟ رقم واحد هو المكان بتاعك لازم تكون مجهزه كويس. بلكون هتربي فيها يبقى لازم تكون مجهزها كويس. هتربي في غرفه يبقى لازم تكون مجهزها كويس. هتربي في اوضه على السطح يبقى لازم برضو تكون مجهزها كويس. طيب ايه التجهيزات ديت وازاي اعرفها؟ اول حاجه لازم تكون عارف ان مكان التربيه بتاعك ده الدره، سامعين ده صوت الدره عمال بدا يغرد. اول حاجه لازم تعرفها ان المكان بتاعك له حبه تجهيزات هتفرق معاك قوي في تسهيل عمليه الانتاج بعد كده. زي ايه؟ زي ان المكان بتاعك لازم يكون مؤمن، مفيش فيه حشوات ممكن تجيلك. يعني لو انا هربي في بلكون زي كده لازم يكون فيها شويه تامينات وتجهيزات. طيب لو بربي في اوضه يبقى كده مش هيكون في عندي شمس، يبقى لازم اعوض موضوع الشمس. طيب هربي في اوضه على السطح هيبقى كده مشكلتي الكبيره هي البرد الشديد. طيب ازاي اعالج موضوع البرد الشديد ده؟ فكل حاجه لازم تكون انت ايه دارس الموضوع. طيب دي هنبقى نتكلم عنها ان شاء الله في فيديو جاي، وهنتكلم ازاي نجهز البلكون وهنبدا نمسك حاجه حاجه. جميل. طيب يبقى رقم واحد تجهيز المكان، على الاقل انك تكون مانع دخول اي حشرات او اي قوارض او اي طيور جارحه لمكانك. رقم اتنين لازم المكان اللي بتربي فيه يكون فيه عدد اقفاص او كثافه طيور مناسبه لمساحه المكان اللي بتربي فيه. يعني ما تخليش المكان بتاعك مدروس طيور على الاخر وطيور كلها تكون ملهاش لازمه او لها لازمه بس عدد كبير. لا، لازم تراعي الحته دي، يكون العدد مناسب لطبيعه المكان اللي بتربي فيه عشان التهويه تكون متجدده. طبعا لو بتربي في بلكون هيبقى موضوع التهويه دي بالنسبه لك ما هياش مشكله، لكن لو بتربي غرفه داخل الشقه جوه فلازم تتاكد من موضوع التهويه. طيب رقم ثلاثة، يبقى احنا قلنا اول حاجه المكان وطبيعته وتحديد الهويه. رقم اثنين قلنا ان نامن المكان ده، اين كان المكان دوت هيكون فين. رقم ثلاثة تجهيز نفسك او تجهيز الطيور بتاعتك لأي حالة مرضية لا قدر الله، وتجهيز صيدلية بيطرية تكون موجودة عندك. الطير وارد في أي وقت إن يجيله مرض تنفسي، مرض معوي، حاجة جلدية، حاجة معدية، ما أكلش، فلازم يكون عندك صيدلية بيطرية تكون متكاملة، يكون فيها أغلب الأدوية اللي ممكن تحتاجها لا قدر الله. طيب أنا بقول لا قدر الله عشان ما حدش يقول أنت بتفول علينا ولا حاجة. الأدوية مش لازم إنك تروح تجيب أدوية بألوفات، لا. هي في أدوية بألوفات بس بتتباع مجزأة عبوات صغيرة، يعني مثلا تيلوزين العبوة بتاعته وليكن سعرها 700 جنيه، مش لازم تجيب عبوة تيلوزين ب 700، لا هات منها بس 5 جرام أو 10 جرام ب 30 40 جنيه يبقوا موجودين عندك. فخلي من كل حاجة عندك نوعية، يعني يكون عندك حاجة زي تيلوزين كمضاد حيوي تنفسي، يكون عندك حاجة زي إنروفلوكساسين كواسع مجال، يكون عندك حاجة زي فلوريكول كمضاد حيوي معوي، يكون عندك حاجه زي كوليستين كمضاد حيوي معوي قوي مخصص اكتر للطيور الكبيره، يكون حاجه عندك زي بي ام دي لعلاج موت الفروخ، يكون عندك حاجه زي فيزلين لعلاج الجرب او القشف او تشققات القدم عند العصفور او مشاكل القدم او المنقار عند الطيور. يكون مثلا عندك سرنج التاكيل يدوي او حتى لو بلف وسرنج عاديه، واكل يكون مضمون حاجه زي ايه 21. الحاجات دي كلها التجميعه الصغيره دي كلها مش هتكلفك يعني حوالي 200 جنيه كلها،
بس ال 200 جنيه دول ممكن يحموا لك طيور بألوفات، فلازم يكون الدواء عندك وتاخد بالك من الاكسباير بتاع الدواء واحتياطات تخزين الدواء. ده كان موضوع كنا اتكلمنا فيه قبل كده عن تخزين الدواء، ازاي نخزنه ونعمل ايه مع الدواء والكلام من ده. هبقسم لكم اللينك بتاعه لو تحبوا، ما هيطلع لكم، ممكن يطلع لكم يمين او شمال، وايه الادويه اللي المفروض تكون موجوده عندك. طيب نرجع بقى لنقطه كمان مهمه قوي، المكان بقى اللي بتربي فيه درجه الحراره والرطوبه فيه كام. بيجي يكلمني كتير من الناس من اصحابي يقولوا لي ايه على القناه، يسالوني يقول لي الطير عندنا ما بينتكش بس ويسكت. طب انا هعرف منين الحراره عندك والرطوبه عندك كام؟ هعرف منين عندك الاكل عامل ازاي؟ فانت لازم تبقى موضح سؤالك عشان اللي يرد عليك يعرف يرد. طيب نرجع بقى للنقطه الاساسيه بتاعتنا، كل غرفه او كل مكان بتربي فيه مستقل لازم يكون فيه مقياس حراره ومقياس رطوبه علشان تقدر تعرف الحراره والرطوبه كام وتقدر تتحكم في الموضوع ده. لو انا مش عارف الرطوبه عندي هنا كام والرطوبه هنا عندي عاليه قوي، طيب ما كده البيض اللي عندي اللي جوه العشوش، لو انا مركب عشينه في البلكون ومربي طير، كده البيض ده كله هيبوظ. طيب لو انا الجو عندي برد شديد، طب ما كده الطير اول ما يخرج من البياضه بتاعته، والبياضه جوه الجو فيها دافي وخشب ومتقفله وكلام من ده، هيطلع بره هياخد هبه دور برد شديد، واقعد انا بقى اديله ادويه واقعد بقى ايه اقعد اعاني معاه، يبقى الموسم عندي عباره عن علاجات عمال بديها للطير ومش عارف اخد منه فرخ. طيب مقياس حراره، مقياس رطوبه، حاجه كمان بقى الاضاءه، نظام الاضاءه ده اهم شيء عندك في مكان التربيه. في ناس كتيره فاهمه ان الاضاءه يعني اخلي المكان يكون منور بقى ليل نهار وكلام من ده، لا الكلام ده غلط. لازم المكان بما ان احنا دلوقتي مثلا في وقت العصريه او وقت لسه الشمس موجوده، فالمفروض في التوقيت ده يكون في اضاءه تكون قويه موضحه للطير ان هو بالنهار. طيب المغربيه جت علينا والجو غيم وبدا الجو يليل، لازم يكون بقى في عندك ضوء يكون خافت يبين بس للطير ان ده احنا كده بقينا في وقت الليل، وان ده ضوء عامل زي ضوء القمر على سبيل ان هو يبقى عايش كانه عايش في بيئه طبيعيه. الميزه او الشيء الممتع في التربيه في البلكون ان الطير بيبقى من نفسه اول ما بيطلع الفجر ويشقشق ويطلع النهار بيبقى العصفور عنده نشاطه حيوي، ولكن بعض الاخوه بيسيئوا استغلال الاضاءه ويخلوا الاضاءه تكون بالليل تكون ناصعه زي ما احنا كده عاملين، ما احنا مشغلين كمان في لمبه فوق غير اضاءه النهار الطبيعيه. طبعا انا حاطط الستاره فعامله تغييم شويه عشان بس الجيران اللي قصادي وكده. فالاضاءه الطبيعيه ديت شيء مهم ولكن ما تصرفش فيها، لازم الاضاءه تكون موجوده بالكم وكيف اللي هي تكون مناسبه لطبيعه المكان، ما يكونش المكان عندك كبير قوي حاطط فيه لمبه ضوءها قوي، بس ضوءها القوي ده ما هوش مناسب للمكان اللي هي فيه، ضوءها القوي مش قادر يغطي المساحه الكبيره اللي هي فيه، او الاضاءه قويه جدا والمكان صغير فعامل ازعاج للطير. خد بالك ان الاضاءه القويه ممكن تاثر بالسلب على الطير بتاعك وتخلي الطير يقعد يخش في قلش باستمرار ويفترس الزغاليل وحاجات مشاكل كتير انت في غنى عنها. هنبقى نعمل فيديو تاني ان شاء الله نتكلم فيه عن الاضاءه، ولكن اهم حاجه لنا دلوقتي الفيديو الجاي اللي هنتكلم فيه عن البلكون بتاعتنا وازاي نجهز البلكون بما ان اغلبنا لسه بيربي في بلكون، وازاي نستفاد من البلكون بتاعتنا. ما تنسوش بقى تعملوا لنا بقى اللايك الجميل بتاعكم عشان تحمسونا ونعمل فيديوهات كل يوم كده جميله، وشير عشان غيرك كمان يستفاد. اقابلك الفيديو الجاي، السلام عليكم.